إن تأتي مسيرة اليوم كمواصلة للمعركة النضالية التي تخوضها التنسيقية الوطني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل إسقاط مخطط التعاقد مخطط دون مخطط العبودية الذي يرمي إلى خصوصة التعليم والإجازة على ما تبقى من الوظيفة والمدرسة العمومية. إذا كتشوفوا اليوم على أن احتجاجات المشروع ديال الأساتذة والأستاذات كتقابل بشتى أنواع القمع والتنكيل لسبب واحد هو أن الأساتذة خرجوا اليوم يعبروا على الرفض ديالهم من هذا النمط الهجين للتوظيف وكذلك التنديد بالسرقات الموصوفه من الاجور ديال الاساتذه والاستاذات عند بدايه كل شهر. هاد السرقات التي لا تستند لاي سند قانوني وكذلك يعني هاد الاحتجاجات متواصله يعني ردا على الاعتقالات وكذلك المضايقات التي يتعرض لها المناضلين ومناضلي التنسيقيه الوطنيه للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد وكذلك الاستدعاءات الى المخافر الشرطه ومخافر كذلك الدرك الى اخره. اذا اليوم من هذا المنبر كنأكد على ان المعركه ديال الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد هي معركه ديال الشعب المغربي قاطبه وحنا اليوم يعني خارجين في هذا الشكل النضالي لالتحام بالجماهير الشعبيه لان مخطط التعاقد يعني معني به الجميع يعني كبيرا وصغيرا لان التلميذ اليوم هو استاذ فرض عليه التعاقد الغد وبالتالي فلازم على عموم الشعب المغربي يعني الانضمام الى معركه اسقاط مخطط التعاقد لارجاع هيبه المدرسه العموميه وكذلك يعني رد الاستاذ رمزيته وكذلك يعني المحافظه على المكانه الاعتباريه يعني للاستاذ كعنصر فاعل في المجتمع وكعنصر فاعل في بناء الحضاره.